يجري الحديث عن وساطة تجريها بعض القوى السياسية لثني التيار الصدري عن قراره بالمقاطعة. واقعية هذه الوساطات، وهل ثمة استجابة أو الباب هل ما زال مفتوحا من قبل الصدريين؟ يعني المعلومات تشير إلى أن هناك بالفعل هناك يعني وساطات، يراد من خلال هذه الوساطات الوصول إلى سماحة السيد مقتدى الصدر من قبل أطراف مهمة داخل الإطار التنسيقي، وهناك بعض المدونين، بعض الشخصيات، بعض الإعلاميين المرتبطين بقوى الإطار التنسيقي. واضح خلال الفترة الماضية قد يعني غازلوا قوى يعني التيار الصدري من خلال يعني خطابات وبيانات، وخلال الأشهر الماضية لم نسمع هناك هجمات مباشرة من قبل زعامات قوى الإطار التنسيقي بشأن التيار الصدري. هذه المعلومات أيضا تشير إلى أنه يراد من خلال هذه يعني الاتصالات أن تكون هناك تواصل مع سماحة السيد الصدر، لأن السيد الصدر هو من يمسك زمام الأمور بالنسبة للتيار الصدري، تيار مركزي، القرار يصدر من السيد مقتدى الصدر، ولهذا يعني هم لا يريدون مشاركة التيار الصدري يعني في هذه المرحلة، بقدر ما يريدون أن يتفقوا مع السيد مقتدى الصدر على أنهم إذا ما أراد السيد الصدر تأجيل الانتخابات ومشاركته في الانتخابات المقبلة فإنهم سيذهبون إلى تأجيل الانتخابات. ولكن لغاية الآن واضح أن السيد الصدر لا يريد طبعا المشاركة في ظل هكذا يعني مشروع سياسي، لأنه تحدث أكثر من مرة في العام 2021 و2022 عن خلطة العطار، واضح جدا أن خلطة العطار مقصود بها هي المحاصصة السياسية التي أثرت على الواقع الخدمي في العراق. ولهذا أنا أعتقد لا تغيير حقيقي لغاية الآن ظهر على المشهد السياسي. لغاية الآن القوى السياسية متمسكة بما تمتلكه من قوى داخل للأسف السلطة التنفيذية، ولم يحصل الإصلاح الذي كان ينشد له السيد مقتدى الصدر، وحتى الواقع الخدمي متراجع. وهذا الموضوع يعني واضح جدا أنه كان واحد من الشروط للسيد مقتدى الصدر، انسحب من قبة البرلمان، ولكنه نفوذه السياسي وقوته السياسية للتيار الصدري واضحة، ولعل ما يعني يثبت ذلك هو تدخل السيد حاكم الزامي في الفترة الماضية في قضية يعني عمليات سرقة الأراضي في منطقة الجادرية. كان دور مهم للسيد حاكم الزاملي في كشف هذه القضية، بمعنى أن التيار الصدري ما زال موجودا وهو فاعل ومؤثرا إن أراد أن يتدخل. نعم. ولكن واضح جدا أنه لغاية الآن المعلومات تشير إلى أن هذه القوى لم تستطع الوصول إلى السيد مقتدى الصدر للاتفاق معه بشأن آلية تأجيل هذه الانتخابات.